مثل طير داخل قفص يعيش هذا الشاب في هذا المكان بعد أن قيدت حريته ألغام ميليشيا الحوثي. كان عبد الله محمد أحمد عائداً إلى منزله برفقة صديقه بعد رحلة معاناة بحثاً عن الماء، لكن لغماً حوثياً مختبياً بين الأعشاب تسبب بفقدان إحدى قدميه بعد أن اختطف حياة صديقه، وفق رواية المركز الإعلامي لألوية العمالقة. كنا رايحين نجيب مي للبيت، وعنا رادين قرعبنا لغم، اللغم قام ميليشيات زرعناها ميليشيات جنب البيوت. جرت هذه الحادثة في حي المنظر الشعبي جنوب الحديدة، والتي تعد واحدة من قصص الألغام التي أفقدت الكثير من الأطفال والشباب الأمل بالمستقبل بعد أن زرعت ميليشيا الحوثي الألغام داخل المزارع وبين الطرقات وخلف المنازل. حصدت الألغام الحوثية أرواح المدنيين وتسببت بإلحاق الإعاقة الدائمة بأبنائهم، وبحسب مصادر محلية فإن خطر الألغام الأرضية وصل إلى حد فقدان المواطنين قدرتهم على ممارسة حرفتي الزراعة والصيد نتيجة الألغام المخفية في أماكن رزقهم. وفق الاتفاقيات الدولية فإن استخدام الألغام الأرضية جريمة حرب، إلا أن تعامل الأمم المتحدة مع الحوثي ككيان سياسي وليس كجماعة مسلحة ومتمردة شجع الحوثيين كما يقول مراقبون على الاستمرار في زرع الألغام. وتبدو الغرابة في دعوة المنظمة الدولية هذه الميليشيا إلى معاقبة نفسها، حيث دعت منظمة هيومن رايتس ووتش قيادة الحوثي إلى معاقبة المسؤولين عن زراعة الألغام الأرضية.